أنواع السلس، هلا في عندنا ثلاث أنواع رئيسية ممكن نحكي عن السلس. نتحدث عن الرجال دكتور، بما أنك تحدث عن النساء. تماما النفس، احنا مش متحيزين للرجال، بس الرجال أنه نخليه شوي متأخر، لأنه سلس البول عند الرجال مشكلة حقيقية ومشكلة صعبة جدا، والعلاج الدوائي غالبا ما بنستفيد عليه. هل هو دائما مرتبط فقط بمشكلة البروستات دكتور؟ هلا تماما، هلا احنا السلس البولي عند الذكور بيلعب زي ما حكينا، اول شيء وجود المثانة العصبي، وغالبا هذا احنا صراحة بنشوفه عند الاطفال. عند الذكور الاطفال السلس البول بسبب تضخم البروستات ومن المشاكل الشائعة، وهذا هو النوع الثالث اللي بنحكيه بالسلس، اللي هو السلس بالإفاضة. يعني مريض عنده تضخم بروستات، هاي البروستات مسكرة مجرى البول، المثانة معبية فل المثانة، فالمريض مش قادر يبول، بروح على الحمام بنزل نقط بسيطة أو كمية بسيطة، ولكن المثانة ممتلئة تماما والكلى عم تفرز البول باتجاه المثانة. فأنا بشبهها كيف عندنا خزان مي، والخزان معبى وإحنا بنحط فيه مي، فبدأ تطفي المي، فهذا بنسميه سلس البول بالإفاضة، فهو علامة من علامات حصر البول، سلس البول. تمام، بنشوف عند الأشخاص كبار بالعمر عادة 65-70 سنة، الناس اللي عندهم تضخم شديد بالبروستات. تمام، هلأ هذا أحد الأسباب اللي عند الذكور. الأسباب الثانية بعد العمليات الجراحية. تمام، هلأ موضوع جراحات البروستات بشكل رئيسي، خاصة الجراحات القديمة، جراحة بالشق الجراحي أو حتى التجريف، تمام، أحيانا ممكن زيد حدوث نسبة السلس بسبب ممكن يصير اضطراب أو خلل أحيانا بمنطقة صمام البروستات، وبالتالي بيصير عندنا هذا هنا السلس. هنا تستمر المشكلة دكتور؟ تمام، هلأ أحيانا السلس بيكون بسيط، يعني ممكن يتلافى ببعض العلاجات الدوائية، مثلا إذا كان السبب السلس هو الالتهابات إحنا ممكن نعالج بالمضادات الحيوية. أحيانا إذا كان في تشنجات بسيطة بالمثانة هي اللي تسبب السلس، فممكن نعطي أدوية بتهدئ المثانة وبترخي المثانة. دكتور قبل أن نتحدث عن العلاجات، إذا كان السلس مرتبط بعملية جراحية أجراها، هلأ عادة زي ما حكينا هلأ نادرا ما نشوف هذا، نادر جدا، ولكن إذا حدث نعم يس. أحيانا إذا كان في اضطراب بالصمام المسؤول عن استمساك البول، ممكن إحنا نقوم بإجراء عمليات تركيب صمام اصطناعي لاستبدال الصمام الطبيعي في موضوع استمساك البول ومنع حدوث السلس عند الذكور. إذن دكتور نعرج على أنواع السلس. تمام، هلا زي ما حكينا إحنا عندنا أنواع كثير، ولكن إحنا بنختصرهم بثلاث أنواع. السلس النوع الأول هو السلس الإلحاحي، الإيرج إنكونتيننس، اللي هو بيجي المريض بحس حاله فجأة محصور، بروح على الحمام ما بيلحق حاله، بينزل ممكن تنزل نقاط بسيطة وممكن تنزل كمية كبيرة من البول، وهذا السبب، هذا السلس سببه الرئيسي هو تشنج المثاني وعدم استقرار المثاني، إما بسبب التهابات بالبول، حصوات إما بالمثاني أو الجزء السفلي للحالب، بعض الناس اللي عندهم أورام، الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون واللي اضطروا مثلا أورام وسرطانات واضطروا يأخذوا علاج شعاعي على منطقة أسفل البطن، بصير عندنا التهاب المثاني الشعاعي بيعطينا هذا النوع من السلس. السلس النوع الثاني اللي هو السلس الجهدي، وهذا زي ما حكينا أكثر شيء بنشوفه عند الإناث، اللي هو أثناء السعال أو أثناء الضحك، أو بتكون الصبي قاعد وبتوقف تنزل نقاط بسيطة، وهذا السلس سببه بشكل رئيسي هو ضعف بعضلات الحوض أو أثناء فترة الطمث دكتور. تمام، سبب الرئيسي هو ضعف عضلات الحوض، والعلاج عادة بنبلش بالعلاجات الدوائية، ولكن عادة النتائج ما بتكون ممتازة، ممكن نضطر إن نعمل إشي نسميه رفع عنق المثاني من خلال شرائط خاصة، هذه إحنا بنعالج فيها السلس بشكل جيد. النوع الثالث اللي حكينا إحنا هو السلس بالإفاضة، عادة بيكون ناتج عن حدوث حصر بول. نعم.